مشاهدينا بدي احييكم مع بدايه هالحلقه من الحلقه عنا عبر الام تي في. وبالبدايه اليوم بيحتفل العالم باليوم العالمي للسرطان تحت شعار احياء اليوم العالمي للسرطان 2020. كلنا بنعرف انه هي عباره عن دعوه قويه لحث المجتمع للالتزام الشخصي والتزام المجتمعات طبعا حتى نخفف من هذا المرض بعدة سبل، وبالتالي حتى نتضامن كمان مع المرضى. هي عام 2019 وبداية انطلاق هذه الحملة بتستمر 3 سنوات، لأن في سعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات اللي يمكن الوقاية منها سنويا من خلال زيادة الوعي. وبالتالي طبعا عند الأفراد والحكومات في جميع دول العالم بشأن السرطان، بالإضافة لتصحيح المفاهيم الخاطئة وطبعا خرافات شائعة حول هذا المرض. تقدم كتير، ولكن الوقاية كتير مهمة والتوعية كمان مهمة. وأنا حبيت اليوم أني بلش الحلقة أني حيي كل الجهود المبذولة، خصوصا نلاقي أدوية علاجات حتى ما يعود مرض مستعصي يكون مرض من هالأمراض. أهلا وسهلا فيك نقيب المزارعين والفلاحين في لبنان إبراهيم ترشيشي. الأسبوع الماضي كان لنا طلع على التليفون سريعة، حكينا شوي بالواقع الزراعي، وكان عندكم تاني نهار اجتماع موسع مع وزير الزراعة الحالي حسن مرتضى حتى توضعوا خطة طريق إذا بدي أقول لحماية الإنتاج اللبناني. أولاً المرتقب إن كمان يكون عنا اكتفاء إنتاج زراعي حيواني، وبالتالي ما نقطع علاقات كمان مع الخارج يلي فيه تبادل رزنامة زراعية معينة. كيف كان جو هذا اللقاء؟ يعني بدي علي هاي الإخرانية آخر شيء. لبنان ما عم يخلي ولا دولة عربية تعتب علي أبدا. لأنه إذا جينا نطلع على اتفاقية التيسير العربية، هيدي الاتفاقية في كتيب يعني حوالي 100 صفحة بيحكي عن مخالفات الدول العربية لاتفاقية التيسير العربية. طمنكم أنه لبنان ما خالف ولا يوم اتفاقية التيسير العربي. ما زعل حدا اسم الله، ولا بيخلي حدا يزعل حدا بالمستقبل، كله على حساب القطاع الزراعي. يعني نحن عطول بلبنان المسؤول عنا بفضل الأمور السياسية وبيؤدي بكتير للسياسة على حساب القطاع الزراعي خاصة، ويمكن على حساب القطاع الصناعي وعلى القطاع التجاري. ولكن أنا اللي بحس فيه واللي بعرفه مزبوط أنه منضحي كرمال إخواتنا العرب على حساب قطاعنا الزراعي عطول. طيب نحن اليوم بظرف استثنائي ما بنعرف لأي متى بيستمر، وكأن عم نقوله لللبناني بدك تبلش تفكر باكتفاء ذاتي، بدك ترتقب للمستقبل إن كان على طريق نوعية الزراعات تنحافظ على والإنتاج اللبناني. إذا بدي أقول نحن حاضرين، يعني لمستوا من الوزير الزراعة الجديد إنه حاطت القطاع الزراعي بالأولويات، هي ما كانت أولوية. لكن نحن مشهورين بالتجمع المزارعين إنه بعمرنا ما بنمدح حدا، ما بنحبش الشكر كتير، بتقول الأمور مثل ما هي. نعم. فتحكي بصراحة المواصفات تبع الوزير عباس مرتضى كتير كويسة للقطاع الزراعي. أول شيء ابن البقاع منطقة زراعية ضيعته كلها، ضيعت مزارعين وخاصة مشهورين بالعنبة هونيك بضيعتهم. تاني شيء شاب بعده نشيط بأول أمره. تالت شيء شبعان، جايين بتحدي شبعان كمان هلأ. إيده يمكن إن شاء الله الله يوفقه والله يعطيه أنه يقدر يعطي لهالقطاع، بس صحته بتساعده، مش عايز زلمي مكتفي الله نعم عليه، عنده مصالح وعنده أموره. نعم. فأنا بقول لازم إن شاء الله أنه منحط أمال كبيرة علي الله يوفقه ويعطيه، ويكون عند أمال هالفلاحين ويقدر ينقذ هالقطاع من هالمستنقعات اللي هو فيها. لأنه القطاع علانية في عدة مستنقعات. عندنا 7 ثوابت، خلينا نفوت دغري بالموضوع. نعم. 7 ثوابت للقطاع الزراعي يجب المحافظة عليها. نعم. طرحتوها مع الوزير مرتضى، وخلينا نفصلها نشوف. نعم. كل نقطة بنقطة وين ممكن نوصل فيها. نعم. بننتقل مباشر، ظاهر عنا نقل مباشر نجعنا.
منتابع الحل عنا مع رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في لبنان إبراهيم ترشيش. يمكن لفتك باللي قاله سعادة النائب جورج عدوان قضية التهريب الجمر التهريب. بدون يزيدوا العقوبة على المهارب، هذا كتير ممتاز ومنيح وبيفيد مكافحة التهريب. يعني اليوم الثوار على الحدود هنا عم بيوقفوا الشاحنات اللي عم بتهرب قد ما عم بيعانوا، لأنهم عم بيعانوا، لأنه مثل ما بتعرف التهريب هو نوعين، نوع داخل الشاحنات الشرعية اللي عم تيجي على الطريق عادي بيحطوا فيها بضاعة مش موجودة بالبيان الجمركي ومش معطى رخصة باستيرادها، مش معطى إجازة باستيرادها، هني بحطوا الصنف اللي معطى الرخصة فيه بآخر رصة من وراء ومن جوا كنا بحطوا بضاعة يعني ممنوعة. وهذا بيعمل خلل بال 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 بترتيب إذا بدك المستوردات بدنا نستوردهم من برا. يعني مثلا أنا بدي أحمي مزارع البندورة، لما بياخد واحد إجازة رمان بيروح بيعبي البرات كله بندورة بحط آخر رصة رمان، هني صبحت الحدود مستباحة. صحيح، مش ما في كنترول عليها، مشان هيك الثوار كان معهم حق ونحن أيدناهم. بحثتوا الموضوع مع الوزير موضوع التهريب؟ الوزير من أولوياته هو قصة التهريب من أولوياته، وحتى طرحنا عليهم خطة جديدة لمكافحة التهريب. مثل شو؟ مثلا نحن كم عنا سوق خضرة، عنا 10 أسواق مثلا أو 7 أو 8 ما بعرف، يعني اللي هني منحط على كل باب سوق خضرة مخفر. أول شيء بينظم الحياة الاجتماعية بقلب السوق، تاني شيء بيراقب هالبضاعة. مخفر بيكون من عدة أجهزة، من الجمارك بما فيهم الجمارك وأي جهاز اللي بيختاروه هني معه. يعني بدنا 20 عنصر على هالعشر أسواق خضار وهني بيراقبوا الدخول البضاعة للسوق، أي لبناني وأي مسموح فيها داخلي شرعي على الأراضي اللبنانية وأي مش شرعي. هني صار السوق البضاعة كلها قدامك محصورة بطريق عرضه 10 متر. ما بدنا لا دبابات ولا طيارات ولا بدنا نقول بدنا نحمي لحدود 250 كيلومتر، لا نحمي بقلب السوق بين السلع عادي لبنانية وداخل على سوق الخضرة اللبنانية. أوكي، في إمكانية 100%. وما بدنا هالجهاز الطويل عريض، هالأجهزة الطويلة عريضة والكلفة والمصروف والكذا، أما محصورة بقلب سوق الخضرة. لأنه أي بضاعة بدها تيجي بالآخر بدها تفوت على السوق. عم بستفيد شوي من الوقت كمان أكتر حتى أقول أنه بهالسبع إذا بدك سبع ثوابت، تشجيع التصدير الخارج، تعزيز مؤسسة إيدال ودفع مستحقات المصدرين والمزارعين عن عام 2017-18، قديش قيمتها تقريبا؟ ما بتعدوش ال 50 مليار يمكن كلهم بثلاث سنين اللي بعدهم، لأنه التصدير عم بيقل، التصدير عم يضمحل، التصدير عماله ينزل. كنا فوق 550 ألف طن صرنا ننزل 400 ألف، 350 ألف، هيدي السنة 200 ألف. بتتوقع بهيدي الظروف المالية الاقتصادية ممكن 50 مليار المصاري ال 50 مليار مثل اللي عم يتصيد سمك فيهم، مش عم تكبيهم كبي روحوا هيك. أنت عم تحطي بالسنة مثلا 30 مليار 40 مليار، رح تجيبي أكتر من 200 مليون دولار 300 مليون دولار. يعني نحن ال 400 ألف، ال 500 ألف طن من اللي كنا نصدرهم أو ال 550 ألف اللي كنا نصدرهم، أقل شيء بيجيبوا 300 مليون دولار، 400 مليون دولار، مع النقل بيجيبوا 500 مليون دولار. فأنا لما بيجي بشجعهم بهال 30 ألف دولار، 30 مليون دولار، هودي بينوضعوا يعني بيشجعوا 30 مليون دولار. بالتالي الدولة عمالة تستردهم من باب تاني، عمالة تستردهم رسوم، عمالة تستردهم تي في آه على مين بيستفاد من التصدير؟ مش بس انه المزارع بيستفاد، كميون الشحن بيستفاد، اللي بيصنع البلاستيك بيستفاد، اللي بيصنع الخشب بيستفادوا، العمال بيستفادوا، الموظفين بيستفادوا، اللي مخلصين على الحدود واللي مخلصين على البحر. في اجتماع مع إيدال هلا مو قريبا؟ اجتماع مع إيدال، ما هو نحن ناطرين الحكومة تاخذ الساعة. وهني بقولها عبر هالمحطة الكريمة أنه فلتأخذ هذه الحكومة فرصة، خلينا نعطيها الفرصة لنشوف. يعني ما في حدا إنسان نجح بالعالم وحلق وكذا إلا ما بلش من الأول. يمكن يكون عندهم شيء الجميع بدهم يعطوه. نعم، خلينا نقول أنه نحن عنا هلأ أني وقفي ومن بعد رح نكمل بهذه الثوابت كمان اللي أنتوا طرحينا لإنقاذ هذا القطاع والمحافظة عليه. We'll be right back.
منتابع مع رئيس تجمع المزارعين في البقاع الأستاذ إبراهيم ترشيشي. وصلنا يعني عم نحكي عن ثوابت للمحافظة على القطاع الزراعي، الإعاز للمصارف السماح باستيراد المستلزمات الزراعية، معدات أزمة، قديش اليوم أنتو عم بتعانوا؟ كيف بدكم تقوموا بإنتاج إذا ما عندكم مستلزمات؟ نحن بنتلاقي فيه انه مطالب كثيره، بدنا نوقف الاستيراد، بدنا نوقف نجيب من برا، وبدنا نشجع الزراعه، وبدنا نشجع الصناعه، وبدنا نشجع، بس الزراعه لحتى نمشيها مثل ما كانت ماشيه مش احسن، حتى مثل ما كنا ماشيين بدنا نسمح لهم يستوردوا يلي هن بحاجه له، يلي هي الباز تبع الزراعه، مثل يعني اهم مثل شيء مثل البذور، مثل الأسمدة، مثل الأدوية، مثل المعدات الزراعية، تراكتورات، السكك، العدة، الشغل طبعا المزارع اللي بده يشتغل فيها، ما هذه البخاخات، فريرات للراي، كل هذه الأمور نحن مش إنه مهيئين لحتى نصنعها نحن بعد عنا بلبنان، وما كان عنا هذه البداية هاي الخطة حتى إنه نقول حدا تكسل وما عملها، فمشان هيك بحاجة لبعض الأموال لحتى نحولها تنجيب كيماوياتنا لحتى نجيب يعني أسمدة وكيماويات. يعني الأسمدة مثلا ما بتقدر تطلع من عنا، يعني ما فينا نعمل اكتفاء منها، مضطرين نجيب من برا. لا أكيد مضطرين نجيب من برا. شو في شيء أشياء نحن ما بتطلع من عنا، يعني ما عنا اكتفاء ذاتي فيها؟ إذا يعني مثلا بدار البطاطا بدنا بدار بطاطا أجنبي ضروري، هذا لحتى نبلش بالدورة الزراعية المضبوطة، لأنه بنزرع على البدار الأجنبي بيرجع بيطلع بنزرعه مرة تانية بلدي، وهيدي إذا ما جبنا البدار ما فينا نزرع. كيف بتوقف الزراعة كلها، الدورة تبع الزراعة حتى تبلش إلى مكونات إلى أسس، هيدي مين بده يحلها؟ مع حاكم مصرف لبنان ولا مع الحاكم؟ أكيد حاكم مصرف لبنان. هلأ يعني نحن حتى نسهل على الموضوع ما عم نطلب منه إنه بيعنا الدولار على 1515 وخلينا نروح نجيبه، هي واحد عنده دولار بالبنك خلي يحول مصريات الدولار على الاعتماد، يسكر اعتماده. خلي في بعض البنوك سمحت للزبائن تبعه، وفي البعض الاخر ما سمح. لا هذا التمييز، يلي له واسطه يعني بنقول له هاني لسعاده الحاكم، يلي له واسطه عم تمشي اموره وتمشي حاله وبيحول مثل ما بده وبيفتح اعتماد البدويه، والانسان المعتر اللي لانه ما آدمي وقاعد ضمن القانون وعم يطبق لك القانون ما بتخلوه يا سعادة بعدين الحاكم. نحن يعني أنا عم أقول مصرياته للشخص، ما بدك تدينه ما تدينه، وقفت له الكريدي اللي كان ياخدها وكان يشتغل فيها كل عمره من 20 سنة ومن 30 سنة، وأني شلته الصالح بدهر الطالع. يخي واحد عم يدين كل السنة من البنك، أجا آخر السنة سكر له حسابه للبنك، لا بك توقف له الكريدي تبعه، وقفت له إياها اوكي، واحد معه مصاري مصرياته بجايبته بدفتر التوفير تبعه بحسابه، طيب بده كان كل سنه يروح يشتري هالبدار، بيشتري هالبدار بيزرعه وبيبيعه بيرجع بيلم حقه وبصير يجمعهم بهالبنك ترجع يفتح اعتماد البدار نفس من نفس الشركه عم يشتريهم، بنفس البنك عم يفتح الاعتماد ونفس الكميه اللي عم يجيبها، طيب ليه ما بدك تسمح له يجيبهم؟ من وين بده يروح؟ انت عم تبعته، انت يا سعاده الحاكم عمالك تبعته لعند الصراف هذا تيروح يوقف مثل الشحات وياخذ له كسه لبناني والصراف يتحكم فيه ويبيعه الدولار على 2200 ليرة. لما بده يبيعوا الدولار على هالقد قديش بتنعكس على الاقتصاد على الزراعة وعلى سعر المنتجات؟ ما نحن كمان بدنا مواطن يقدر يشتري أبسط الأمور، يقدر يأكل، كيف بده يأكل؟ صدقيني قرار عم قلك إياه أنا من هلأ، هيدي الإجراءات يلي أخذتها المصارف رح تقضي على شيء اسمه المزارع الصغير والمزارع المتوسط الحال. عم مالكم تتركوا أنتوا لهودي للحيتان المال وللناس اللي معها مصاري كتير أنه أنتوا اشتغلوا، واللي ما معه مصاري يروح يقعد بالبيت، يروح يجي يقعد شكل حزام بقص حول المدن حتى نعملوا ميليشيا تاني لنهيرهم لا سمح الله لحرب جديده. اليوم عم بتطالبوا كمان بالثوابت للمحافظه، تشجيع زراعه القمح والاستمرار باستلام المحاصيل. نعم. طيب استاذ، كيف بدنا نجيب بذور قمح من برا؟ القمح في بذور موجوده بلبنان، مش عايز اقول له بذور بس، القمح هو ثانوي، زراعه ثانويه.
السنه الماضيه الدوري ما استلمت القمح، قالت لهم قرر لهم مجلس الوزراء 115 الف ليره عن كل دونم للمزارعين. نعم. وكلها مقدوره ومقيوسه ومعموله ومضبوطه كذا، والان المصاري بديوان المحاسبه حسبي. بين ديوان المحاسبه بين وزاره الاقتصاد. بيسال وزير الاقتصاد بيقول يعني حد ديوان المحاسبه، يعني بعد ما قبضوها هيدي، وهيدي يعني هي مشي شعره بظهر البعير، عرفت ما بيقولوا شعره صغيره بس خي بهالايام صعبه بتصمدوا للمزارع. طيب ومصلحه الابحاث الزراعيه كمان يلي سلمت القمح كانت تدفع حقه بشهر 7 أو 8 أو 9، وخينا وحبيبنا الدكتور ميشيل فريم ما بيقصر، حرام بيقتل حاله حتى يخدم المزارع ويجيب له حقه باقصى سرعه، ما حدا عم يجاوب معه لهلا، ما دفعوا له حق القمحات للزلمه. فكيف بده بالرغم من انه وزعون وباعون وقبضوا حقهم ومنهم سلموه بخشيش وزعون يعني بدون مصاري على الماء، ناطره يبعثوا له المصاري تتقلوا للمزارع تفضل خذ مصرياتك. للاسف هذا كله مصار، وبعدين ما بدنا قرار من الحكومه الجديده انه يا عمي المزارع نحن حنستلم القمح منك بشهر 7 السنه الجايه مش تركينك سايم. صحيح. كمان ازاله العوائق وتسهيل عمليه التصدير على المعبر البري، كلنا بنعرف خفض الضريبه الموجوده، يعني 1500 دولار بين المصنع ومعبر نصيب و3500 للحدود العراقيه اذا مش اكثر. اذا مش اكثر، طيب هيدي بدها مثل ما فهمت من بعد ما حكينا، فهمت انه هيدي بدها لقاء مباشر مع السوريين. يعني نحن ما في لبنان، انا ضرب لك مثل انه هلا امريكا ده عندها اعداء مثلا هي والصين بالسياسه كل البعد بيناتهم باقصى البعد بيناتهم، بس بيقعدوا بيتفاهموا على الاشياء الاقتصاديه، بيقعدوا بيتفاهموا على اتفاقات، انت شو بدك تبعث لي وانا قديش بدي اخذ منك على اللي بتبعث لي، وانا شو بدي ابعث لك وشو بدك تاخذ مني، حتى بين امريكا واعدى اعدائها هي كوريا الشماليه مثلا، يعني هي واي دوله اللي بدك اياها. خلينا ناخذ عربيا، يعني الاردن اتفقت مع السوريين. صحيح. ما حدا جزيها، يعني ما عملوا حظر عليها قالوا لها اتفقتي انت والسوري، العراق اتفقتي والسوري ما حدا جزيها. طيب انا كمان ما انا على حدود سوريا، لا انا اذا خايفين انه انا اذا رحت انه حدا بده يجزيني وبدي اقيم عامل شيء شغله، يعني برايك تكون زياره اقتصاديه مش زياره سياسيه؟ انا بقول تكون من اولويات هيدي الحكومه، من اولوياتها نروح نقعد نحن والاخوان السوريين على طاوله مستديره ونقول له هذا حقي وهذا حقك. في امكانيه تخفيض؟ اكيد 100%، وبعتقد انه حسب اللي بيروحوا على سوريا بخبرونا انه الجانب السوري حاضر لحتى يعطي هالحق لا 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 لاصحابه. ما بحب انه هيدي انه تدفع الجزية على يد الضريبة، ما في لزوم انه يندفع 1500 دولار على مرور السيارة 100 كيلومتر 150 كيلومتر بدنا ندفع 1500 دولار. بعد عندي نقطة بدقيقة، هيدي كتير مهمة ونعطينا كل المزارعين، أي متى سيفرج عن زراعة القنب الهندي لضرورات طبية؟ شو المعلومة هي بمجلس نيابي هلا؟ من على هالمنبر العظيم والحلو واللي مسموع بين كل اللبنانيين منقول للاخواننا لاصحاب المعالي بالدوله بالحكومه الجديده انه فلتكن يعني من الاولويات الاهتمام بالزراعه السماح بزراعه القنب الهندي، اسوه باكثر من 100 دوله من سنتين ثلاثه لحد لغايه اليوم سمحت بها الزراعات هيدي، يعني وبعدين هاي الزراعه مربحه للدوله ومربحه للمزارع، والله خير اذا ضلت في اهتمام الانسانيه وخدمه البشريه طبعا وما اليوم نستعملها لشغلات انه مضره ومنزوعه، مع ما انه لايكي يعني اذا بدنا نقول مخدرات، المخدرات موجوده بكل الاراضي أكيد. اللبنانيه مش محصوره على هذا الحكي 100%. يعني اليوم هيك اختصرنا اذا بدك هالثوابت اللي هي اساسيه، على امل نصور تباعا بعد ما تاخذ الثقه الحكومه ان شاء الله انه تفرج على هذا القطاع. انا بدي اشكر حضورك معنا استاذ ابراهيم ترشيشي. انا بتشكرك ست، اهلا وسهلا، ورح ارد عليك انا ندخلك معنا بهالتجمع وتصير عضو فعال. انا حاضره حاضره، نلتقى بكره دائما عبر الام تي في، الى اللقاء.